الخير نشرة لأهم الأخبار نقدمها من كافاكا تيفي، وهذه أبرز عناوينها. في الشأن المغربي، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يمثل الملكة في حفل تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد. في السودان، أحزاب متحالفة مع حكومة البشير تدعوه للتنحي وتشكيل حكومة انتقالية. وفي الرياض، نافاس يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الملك قبل الرحيل. أهلا بكم إلى التفاصيل. مثل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الملك محمد السادس في حفل تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد جاير بولسونارو الذي تولى مهامه رسميا في فاتح يناير. وأبلغ العثماني الذي كان مرفوقا بسفير المغرب بالبرازيل الرئيس البرازيلي الجديد بمناسبة تنصيبه تحيات وتهانئ الملك محمد السادس. ومن جهته، أعرب بولسونارو عن امتنانه لمشاركة المملكة بمستوى رفيع في حفل التنصيب، وهو ما يعكس برأيه صداقة كبيرة طبعت على الدوام العلاقات الثنائية. نظم عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بطنجة وكذا منسق دبلوم العدالة الجنائية وحقوق الإنسان درسا افتتاحيا لدبلوم العدالة الجنائية وحقوق الإنسان حول موضوع التطور القانوني والمؤسساتي بحضور مصطفى رميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان. التفاصيل مع إنشاء الصرخ ومحمد المصباح. إذن المملكة المغربية تعيش مرحلة تحولات تشريعية ومؤسساتية جد هامة، يمكن أن نقول بأنها تاريخية. أولا من ناحية المؤسساتية، وكما أشرت إلى ذلك، نحن بإزاء مرحلة استقلال السلطة القضائية، لأن القاضي هو الضامن الأول للحقوق والحريات. ثانيا، تمت إنجازات على صعيد ما له علاقة بالعدالة، من خروج من المحاكم استثنائية كما الحال بالنسبة للمحكمة العسكرية إلى المحكمة المتخصصة. خلاصة ما تقدمت به أمام الحاضرين الذين تشرفت باستدعائهم لي، وخاصة مسؤول هذه الكلية وأساتذتها وطلبتها، بحضور جم غفير من الشخصيات، وهي مناسبة لأشكر الجميع على الصبر عليه خلال ساعتين كاملتين. دوليا، طالب تحالف مكون من 22 حزبا سودانيا برحيل رئيس عمر البشير وتشكيل حكومة انتقالية، متهمين النظام الحالي بالفشل في إدارة أزمة الاحتجاجات التي اندلعت في 19 من ديسمبر بعد قرار حكومي برفع أسعار الخبز. وقال التحالف في بيان وزعه في مؤتمر صحفي في الخرطوم إن النظام بتركيبته الحالية وعزلته السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية ليس في مقدوره تجاوز هذه الأزمة التي لا سبيل لتجاوزها إلا بقيام نظام جديد. في المقابل، أمر الرئيس السوداني عمر البشير السلطات الثلاثاء بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في العنف الذي رافق التظاهرات المناهضة للحكومة والتي هزت البلاد. إلى روسيا، حيث عثرت فرق الإغاثة الأربعاء على مزيد من الجثث بين أنقاض المبنى الذي انهار ليلة رأس السنة إثر انفجار غاز، ليرتفع العدد المؤكد للضحايا إلى 18. ولا يزال 23 شخصا في عداد المفقودين في أعقاب الانفجار الذي دمر 35 شقة سكنية في المدينة الواقعة في جبال الأورال. وقالت وزارة الحالات الطارئة في بيان إنه عند الساعة 12:15 بتوقيت موسكو كانت الفرق قد انتشلت جثث 18 شخصا بينهم طفلين من بين أنقاض المبنى المنهار جزئيا. في الرياض، أكد محمد سليم المدير التنفيذي لنادي الزمالك أنه لم يتحدث عن صفقة المغربي خالد بوطيب من قريب أو بعيد، مشيرا إلى أنه ليس مختصا بالحديث عن أي صفقات. وقال سليم في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك إنما نشر بشأن ترحيبه باللاعب المغربي على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك غير صحيح، لافتا إلى أنها صفحة مزورة ولا تمثله على الإطلاق. وأوضح المدير التنفيذي للنادي أنه ليس من حقه التحدث عن صفقات الزمالك، خصوصا أن إدارة الكرة منفصلة تماما عن الإدارة التنفيذية.
بعد أن نشر رسالة ودعية عبر حسابه على إنستغرام، ذكرت تقارير صحفية أن عرضاً بقيمة 18 مليون دولار قدم للحارس الكوستاريكي كيلون نافاس من أجل الانتقال إلى أرسنال الإنجليزي في موسم الانتقالات الشتوية وفقاً لوسائل إعلام إسبانية. وكان نافاس قد بعث برسالة مؤثرة تفيد باقتراب رحيله عن ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، حيث نشر صورة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام جملة عاطفية قال فيها: شكراً على كل شيء. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني كذا كاتران تيفي. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.